سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم بتاغ. عاده ندير لي تاغ مره واحده شهريا، وهذا الشهر اخترت لكم الغربه تاغ. اولا على خاطرش تاغتني الجميله والرائعه اليوتيوب الجزائريه نسرين من قناه ناس بيوتيز. نخليكم في صندوق الوصف اللينك الى القناه تاعها والتاغ اللي دارته. اليوم بغيت نجاوب على الاسئله اللي موجوده في التاغ، اللي هو الغربه تاغ، اللي يحكي على الناس البنات اللي عايشين في الغربه ومغتربين وبعاد على دارهم واهلهم الى اخره. كاين 8 اسئله، التاغ غادي يكون قصير ان شاء الله، يكون ممتع ومن خلاله تقدروا تعرفوني اكثر. نبدا بالسؤال الاول. السؤال الاول يقول: في اي سنه رحلتي على بلادك؟ في سنه 2012، في اكتوبر 2012. سؤال تاني: لأي أسباب اخترتي باش تبعدي على بلادك؟ السبب الوحيد هو أني تزوجت مع شخص يعيش خارج الجزائر، يعني يعيش في بلجيكا. السؤال الثالث يقول: في أي وقت تحسي نفسك غريبة؟ وفي أي وقت؟ ما نكتبش عليكم، في كل أوقات نحس روحي غريبة ومانيش في بلادي، ولكن كاين أوقات نحس يعني يكون شوية عندي نكون حساسة زيادة عن اللزوم، خاصة في الأعياد الدينية كما العيد الصغير، العيد الكبير، رمضان، محرم. يعني ندير الماكسيموم تاعي باش نخلق هذاك الجو اللي كاين في البلاد، ولكن ماشي نفس الشيء على هذه. نحس بلي أنا غريبة وما ننتميش لهذا البلد. السؤال الرابع: واش هما صوالح اللي ملاح، واش هما صوالح اللي مشي ملاح في الغربة؟ ما نكذبش عليكم، صالح اللي ملاح هو لايف ستايل، يعني العيشة مختلفة هنايا. الناس كلها كل واحد ومقابل أموره، واحد ما يعرف واحد، واحد ما يسقسي على واحد، واحد ما يدخل روحه في أمورك الشخصية ولا يهضر عليك. هاد الأشياء أنا هادي تعجبني بزاف، يعني هنا كاين راحة بال. وكذلك نحس نفسي قريبة بزاف من الله، و يعني نحس بلي ما كانش نفاق وما كانش واحد هنايا يحثك على باش تحكي على الناس الهمز واللمز وهاد الصوالح. يعني انا اصلا ما عنديش بزاف صديقات هنايا، يمكن نقول ما عنديش، يعني عندي معارف ولكن مش اصدقاء، يعني اصدقاء اصدقاء. على هادي ما كانش نميمه، ما كانش من هادوش على الناس، ما ندخلش روحي في صوالح الناس. يعني نحس روحي قابضه ديني وطريقي احسن. وكذلك فيما يخص لايف ستايل، فيما يخص كذلك تحوس على حاجه تلقاها، كل شيء كاين، كل شيء موجود، كل شيء متاح. يعني هاد صالح هادو الايجابيات. اما السلبيات، كاين سلبيات كثيره. اولا بعاد على اهلنا وحبابنا في البلاد. ثانيا ما واحدكم ما يشتغلش هنايا ما يقدرش يعيش، يعني لازم تشتغل باش تعيش، ماشي كيما البلاد مريح وربي يرزقك ويجيك رزقك على الله. كاين بزاف الفواتير ندفعوها، بزاف الضرائب ندفعوها، يعني كاين غلاء معيشه، تحس بلي كاين غلاء معيشه. وكذلك كاين صعوبه في تربيه الاولاد، يعني لازم واحد يربي ولاده على دين الاسلام، ويكون يعني لازم يرسخ لهم هاد الاخلاق اللي انا رسخوها في والدي في بلادي، لازم نرسخها لولادي ولازم نعلمها لهم، ولكن بحذر على خاطر هنايا المجتمع مختلف جدا. يعني كاين صوالح اللي بالك الطفل من يكبر يبقوا يبانوا له حاجه عاديه، حاجه نورمال، على خاطر المجتمع هنايا داير كيما هكذا. كيفاش انا ندير باش نفهم لبنتي بلي هذوك الاشياء ماهمش متاحين في الدين الاسلامي تاعنا، ماهمش من اخلاقنا، ماهمش من عاداتنا؟ يعني كاين اشياء صعبه فيما يخص تربيه الاولاد. السؤال الخامس: يعني ظني كاش نهار ترجعي لبلادك، وين تقدري ترجعي لبلادك؟ ما نكذبش عليكم، حاليا ما عنديش فكره نرجع لبلادي ابدا، لا انا ولا زوجي. نفكروا باش نزيدوا نبعدوا اكثر، باش نزيدوا نروحوا مثلا، يمكن نروحوا لتايوان او نروحوا لامريكا. يعني احنا شخصين متفقين على فكره انه مادام الواحد يسافر، مادام هي يشوف ناس جدد ويشوف عالم جديد ويشوف بلاد جديده، مادام هي تثقف اكثر ومادام هي تعلم اكثر، ولاده كذلك يجوا مثقفين ومتعلمين اكثر. على هذه ما نظنش في الوقت الحالي ما نش نفكروا باش نرجعوا للبلاد. السؤال السادس: واش هي الغنية اللي تفكرك
تفكرك بأنك مغتربة. حقيقة أنا كنت ذكرت هذه الأغنية في هذه الأغنية في قناتي الفرنسية في واحد تاغ درتها عندي مدة طويلة، هو التاغ Algerian tag. وهذه الأغنية هي لا سول، يعني هي الوحيدة اللي تفكرني ببلادي وتفكرني بحالتي وتفكرني يعني بأهلي. هذه الأغنية اللي مغنية اسمها لين مونتي، هذه بيانوار كانت عايشة في الجزائر وغنت هذه الأغنية، أغنية روعة. الأغنية اسمها ألجي ألجي. غادي نوقف الاغنيه اختي، كنت زيد شويه غادي نبكي. بريف، مهم، نحط لكم اسفل صندوق الوصف رابط الاغنيه اللي بغيتو تسمعوها، وكاين بزاف اللي معاودينها، كاين كذلك امل بوشوش عاودتها بطريقتها، ولكن انا نفضل الاغنيه الاصليه القديمه، تحس فيها 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 احساس، فيها مشاعر. السؤال السابع، علاش اخترتي تعيشي في هذا البلد؟ اخترت باش نعيش في بلجيكا، اولا لان زوجي كان في بلجيكا من قبل ما نجي انا، على خاطر درس الدكتوراه تاعها في بلجيكا، ولكن فضلنا نبقى في بلجيكا ما نروحوش لهولندا، بالرغم من ان زوجي الان يشتغل بهولندا، لانه العيشه اقل غلاء من هولندا، وكاين اقل ضرائب، يعني الفايده ليا اذا عشت، الأصح هو أن الواحد يشتغل في هولندا ويعيش في بلجيكا أحسن من أنه يعيش في هولندا ويشتغل في هولندا، لأن في ضرائب بزاف في هولندا، وكذلك سعر المنازل وهذه الأشياء غالية بزاف، على هذه نفضلوا نبقوا في بلجيكا، ولكن ما نحسوش باللي أن في بلدين مختلفين، على خاطر يعني فقط نصف ساعة طريق، يعني ماش حاجة كبيرة، يعني أنا المدينة الأولى في هولندا تبعد عليا، ماستريخت تبعد عليا ب30 دقيقة فقط، يعني ما نحسوش باللي كاين حدود وباللي كاين دولتين مختلفتين. السؤال الثامن والأخير اللي هو يقول واش هما النصائح اللي تقدر تعطيهم للبنات المغتربات الجدد ولا اللي غادي يغتربوا عن قريب؟ النصيحة الوحيدة اللي ممكن نعطيها لكم هو أنكم ما تنسوش مين جيتوا، ما تنسوش أصلكم، ما تنسوش أخلاقكم، ما تنسوش الصوالح اللي علموها لكم والديكم. كي تجوا هنايا ما تحسوش رواحكم، ما تتزعزعوش، بقوا نتوما اللي كيما ربيوكم والديكم، كيما الصوالح اللي تعلمتوهم في بلادكم، وشدوا في دينكم واخلاقكم. هذه النصيحه الوحيده اللي نقدر نعطيها لكم. نشكر ناس بيوتيز على التاغ، ونتاغي كاع البنات سواء جزائريات او غير جزائريات اللي مغتربات، اذا قدروا يجاوبوا على هذا التاغ، يبعثوا لي كذلك رساله باش نشوف الاجوبه تاعهم، ماذا بيا نتعرف عليهم اكثر. واذا حبيتوا تعرفوا، اذا بغيتوا تعرفوا وشكون هما اليوتيوبرز الجزائريات مغتربات او غير مغتربات، كاين واحد الصفحه في الانستغرام تعجبني بزاف، حساب في الانستغرام اسمه اليوتيوبرز الجيريان، نحط لكم الرابط في اسفل الصندوق، في الاسفل في صندوق الوصف. تلاقوا نبدا عن كل اليوتيوبرز الجزائريات، ممكن تتعرفوا على واحدين اجدد. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم.